لنبات اللبلاب الحقول العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، لهذا فهو من المعجزات الطبية الحقيقية. فحجم الاعتلالات والإصابات التي يمكنه معالجتها كبيرة جدا، فوائده الصحية جمة كبيرة وكأنه صيدلية كاملة. ولا ننسى فوائده الغذائية والعلاجية للتربة وبعض الفوائد المختلفة الأخرى، ولا ننسى كذلك أضراره البيئية والصحية التي سنخصص لها حلقة أخرى. فما رأيكم أحبتي المميزين أن تشاهدوا الفيديو إلى الآخر لتستفيدوا أكثر؟ حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في قناتي إن لم تشتركوا من قبل، فضلا منكم وليس أمرا. والآن سنبدأ بالتحدث عن فوائد العلاجية والصحية لنبات اللبلاب الحقول بعد هذا الفاصل. يستخدم نبات اللبلاب في علاج السعال، وخصوصا السعال المزمن، وهو أحد النباتات الأكثر استخداما في العلاجات في شرق آسيا. تتم تناول أوراق اللبلاب بعد غليها لمدة 10 دقائق، ثم يتم تناولها بعد تناول الوجبات الرئيسية. يعمل هذا العلاج على التخلص من السعال الشديد والمرهق للجسم. تظهر في الآونة الأخيرة العديد من الفوائد التي يوفرها نبات اللبلاب في الحد من الأمراض وحتى القضاء عليها بشكل كامل. فما هي تلك الأمراض التي يدخل فيها هذا النبات الذي يسمى باللبلاب الحقلي؟ يعتبر اللبلاب الحقولي واحدا من النباتات الأكثر شهرة والتي أثبتت أهميتها في العلاج من العديد من الأمراض، حيث تتميز بأوراقها الخضراء التي تحتوي على مركبات مفيدة لصحة الإنسان وزيوت طيارة ومادة الهيدرا والمعروفة بحبل المساكين، وتحتوي أيضا على بعض المكونات التي لها تأثيرات علاجية مثل الجلوكومين والصابونين. ومن خلال هذا الفيديو الذي أقدمه لكم ستتعرفون على فوائد الصحية لهذا النبات الذي ينمو في الحقول أو على جدران المنازل، فتابعونا. وهذا النبات مذيب وطارد للبلغوم في الشعب الهوائية، ومقلل لإفرازات الشعب الهوائية، ومسكن للآلام، ومعرق، ومضر للبول، ومضاد للالتهابات. استخدم النبات قديما كمسكن للألم وكمرهم للعلاج الحروق، كما يفيد في علاج الأكزيما والصدفية. وقد أجريت الكثير من الأبحاث العلمية عن اللبلاب، وقد أثبتت تلك الأبحاث أنه يمنع تكون الأوعية الدموية الجديدة، مما يساعد في إيقاف نمو الورم السرطاني. فالخلايا السرطانية تفرز مواد تحفيزية لإنتاج أوعية دموية جديدة، وبدون وصول دم وغذاء للخلايا السرطانية فإنها تتقلص وأحيانا كثيرة تموت. كما وجدت الأبحاث أنها تتسبب في زيادة إنتاج عدد خلايا الليموفاوية، وهي خلايا قتل طبيعية، وبهذا تساعد هذه النبتة جهاز المناعة في محاربة الخلايا السرطانية. يجب التنويه أن الأبحاث العلمية العديدة شملت أنواع سرطانات عديدة، بدءا من سرطان الرئة والذي تقلص حجمه بنسبة 77%. والآن سنتحدث عن محاذير استعمالات اللبلاب الحقول وآثاره الجانبية بعد هذا الفاصل. وقد يكون لديك الحساسية من أنواع اللبلاب، وفي هذه الحالة تتسبب العشبة في حساسية الجلد، لهذا برجاء عمل اختبار للحساسية قبل وضعها على الجلد. في حال وجد تحسس منها يمكنك تناولها عن طريق الفم،
لا تستخدم العشباق مع الحوامل وتجنب وضع إضافة الزيوت عليها. يمكنك استشارة خبير أعشاب ليوضح لك أي نوع من اللبلاب تناوله. هناك بعض الأنواع السامة، لهذا يجب السؤال واستشارة خبير الأعشاب لمزيد من الاستفادة القصوى من العشباق. ومن آثار التحسس، قد تصاب بكدمات في الجسم، انتفاخ الشفتين أو الوجه أو العينين، وخز في الفم، الصداع، آلام في البطن وغثيان وقيء. في حالة ظهور أعراض الحساسية، من المهم التوقف فورا عن استخدام أوراق اللبلاب وطلب العناية الطبية على الفور. وكذلك قد يحدث التفاعل بين اللبلاب والأدوية الأخرى، لذلك يجب توخي الحذر عند استخدام اللبلاب مع بعض الأدوية. ومن أهم هذه الأدوية أدوية المضرة للبول. الأدوية المضرة للبول تعمل على خفض نسبة البوتاسيوم من الجسم، وذلك نفس مفعول نبات اللبلاب. وعند تناول الاثنين معا يحدث نقص كبير بنسبة بوتاسيوم من الجسم، وهذا يسبب الكثير من الأضرار. والآن سنتحدث عن بعض الاستخدامات الأخرى لنبات اللبلاب. الحقول: يعتبر نبات اللبلاب من النباتات التي يتم زراعتها في المنزل أو الحديقة، فهو نبات متسلق. يستخدم نبات اللبلاب في الكثير من الاستخدامات العلاجية. يتصف هذا النبات بأوراقه الخضراء التي تكون على شكل قلب أو مثلث، كما أنه يتميز بشكله الرائع عندما يتسلق على الحائط لأنه سريع التكاثر. ويمكن تشكيله بالشكل المفضل إليه للحصول على شكل أكثر جمالاً. عرف نبات اللبلاب على مر العصور، فهو من النباتات القديمة. كان يقدسه المصريون القدماء واليونانيون القدماء أيضا، أما الرومان فكانوا يخشوها حتى لا يصابوا بالتسمم، لكنها اشتهرت بالخصوبة نظرا للونها الأخضر الزاهي. أما الاستخدامات الصالحة للأكل، ففي كرواتيا يتم غلي الأوراق وتؤكل كخضروات، وفي الصين يتم جمع الجذور الصغيرة الرقيقة مع القليل من الأوراق الصغيرة من حقول الذرة الرفيعة في أوائل الربيع، وخلطها مع القمح المكسور والفاصولية المطحونة وتحويلها إلى عصيدة رقيقة. يتم استخدامها بكميات صغيرة جدا لأن كثرتها تسبب الإسهال. وأما في إسبانيا في مناطق جنوب شرق الباسيتي وجنوب وسط خاين، يتم امتصاص الزهور للحصول على رحيقها الشبية بالعسل، لا يتم تناولها. أما في بلنسيا يتم غلي الأوراق قبل إضافتها إلى السلطة، وفي تركيا يتم طهي الأوراق مع الخضار الأخرى، وفي لاداخ تؤكل الأوراق نيئة ومطبوخة. يتم غلي البذور في البصل والطماطم ثم القلي بالزيت قبل تناولها. يتم غلي الأوراق والبراعم الصغيرة وغسلها جيدا بالماء قبل مزجها مع اللبن الرائب في طبق يسمى تانجاثور. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.